لما السادات سنة 81 كان رئيس الجمهورية الأسبق يعني، لما دخل السجون عدد ضخم جدا من الآباء الكهنة والأساقفة والشيوخ بتوع إخوتنا المسلمين، لما اعتقلنا ودخلنا سجون كنت بتشرف إن أنا كنت واحد من المعتقلين دول. عاصفة، كانت عاصفة مدوية في كل مصر، كبار الشيوخ كبار الأساقفة كبار الكهنة حتى قداسة البابا شنودة الله ينعم نفسه خدوا اتحدد إقامته جوه الدير، وكانت حاجة بشعة جدا. وقف في مجلس الشعب يقول شنودة عايز يعمل مش عارف ايه، والشعب ومجلس الشعب بكل أسف يسقف له، حاجات كده كانت محزنة جدا وأسف. عاصفة مرت بها الكنيسة ما حصلش في تاريخها بهذا الشكل. طب هل المسيح المجد دخل وهدى العاصفة ديت وانتهر الريح دي شديدة وهذه العاصفة الضخمة وأحولها الخير؟ أيوة أيوة. إزاي؟ السادات قعد بعدها كم يوم، يوم مش كم سنة، كم يوم، كم يوم، 32 يوم فقط. اسمعوا ده للتاريخ أحبائي، ليكوا لأولادكوا لأحفادكوا للأجيال، عاصفة ضخمة، واللي عملها رئيس الجمهورية بنفسه صاحب السلطان الأول في البلد. المسيح يهديها ازاي؟ هدها ازاي؟ هدها بكلمة أمر، ده ما يقعدش على وش الأرض تاني. 32 يوم وكان ميت السادات بهذه الطريقة اللي تسمينا عنه. الله، وهديت العاصفة؟ اه وهديت العاصفة، واحنا خرجنا من السجن، خرجنا من السجن وانا عايش لغايه دلوقتي زي الفل نشكر الله ربنا يدي ما نعم. حبائي عاصفه كانت قويه جدا ورهيبه، واللي عملها رئيس الجمهوريه بنفسه وقرار الاعتقالات ده شمل الكل، ومع ذلك ربنا هدى العاصفه في 32 يوم. 32 يوم من يصدق رئيس الجمهوريه يموت بهذه الموتة البشعه المؤسفه جدا، واحنا نطلع من السجن محررين. المسيح المجد ليه بقى؟ كنا بنصلي له كل يوم جوه الزنزانات، كنا كل اتنين في زنزانه، كل يوم نعمل له 400 ميطانيه بتاعت الجمعه العظيمه، كده يا ياسون يا رب ارحم، ارحم يا رب انت بطريقتك. ما قلناش ربنا يرحمنا ازاي، كنا واثقين من الرب يسوع المسيح اللي بنسترضي مراحمه وبنستجلب واستمطر مراحمه علينا جوه الزنزانات، واثقين انه هيعمل حاجه. لكن ايه الحاجه دي؟ احنا مش متخيلينها طبعا، لكن واثقين انه هيعمل حاجه. عمل بعد 32 يوم بالعد، مات السادات هذه الموتة البشعة ما كناش نتمناها له، وفي نفس الوقت احنا خرجنا من السجن وعايشين، كثير مننا عاش حتى الآن. أحبائي المسيح له المجد يستطيع أن يهدي أي عاصفة تمر بيها؟ أيوة يستطيع. أي مشكلة صعبة بمر بيها يقدر يهديها طبعا، مهما كانت الأبواب كلها متقفلة يفتح أبواب. ما كان السادات رئيس الجمهورية وقاعد ما فيش انتخابات تشيل ولا أي حاجة، ربنا مد ايده وخد روحه كله كده على بعض. الله، فالله عنده كل شيء، الله يستطيع كل شيء ولا يصعب عليه اي امر. لازم يكون عندنا هذا الايمان يا احبائي، لازم تكون عندنا هذه الثقه المطلقه في محبه الله لينا وفي قدره الله الغير محدوده. مهما كنت انا غلطان، مهما كنت انا غلطان، هيتحنن عليا، هيتحنن علي. ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. مهما كانت مشكلتك صعبه او محكمه او متقفله ملهاش ابواب حل وانت شايف كده، الجا للمسيح من قلبك، من قلبك، واختبر وجرب، شوف هيعمل ايه، هينقذك، هينقذك بكل تاكيد، هينقذك وهتتحول العاصفه الى هدوء عظيم جدا، وتصير حياه الانسان في هدوء عظيم. احبائي المسيح المجد قال كلمتين امر، اسكت افكم، خلص الموضوع. قال سادات خلاص كفايات كده، خلاص كفايات كده، 32 يوم وهكذا يا احبائي، وغيره 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 وغيره. التاريخ المعاصر مملوء بالاختبارات يا احبائي، مملوء بالاختبارات، قد ايه ربنا بينقذنا من عواصف رهيبه جدا جدا. كان اخرهم العاصفه بتاعت حكم مصر سنه بالكامل، من 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 ناس كانوا هيضيعوا مصر، كانوا هيضيعوا مصر خالص، كانت مصر بدات تضيع، لكن ربنا هد دخل، وبالصلاه الشديده اليوميه للقداسات اليوميه بصرا ربنا هدى العاصفة وتحولت إلى خير وسلام، وبعت لنا الرئيس العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيخلي مصر دولة عظيمة ودولة متقدمة، وإن شاء الله يبقى فيها رخاء اقتصادي، وإن شاء الله يبقى فيه حاجات حلوة قوي قوي، بس نصبر شوية كده مع شوية صبر، بصبركم تقدموا أنفسكم، وهتشوفوا أيام حلوة جدا لمصر ديت، وإحنا بدأنا نشوفها فعلا أوريدي، وربنا يكمل عمله معانا إن شاء الله. عواصف كانت عواصف شديدة، إحنا كنا حاسين في وقتها في عهد الجماعة دولت ان احنا ماشيين في طريق مسدود، طريق مظلم جدا، ملوش نهايته، مظلمه ملهاش نهايه.
لكن الله قدر يتمجد وينقذ ينقذنا وينقذ مصر بلدنا من هذه العاصفة الشديدة جدا اللي كانت هتدمر البلد بالكامل. وانا شايف ان في عواصف كتير جدا موجوده ما بين الاسر المسيحيه من كتر الاسئله اللي بتجيلي والصلوات اللي بتجيلي بصراحه، ومن كتر اللي بنشوف في الخدمه عواصف كتير جدا عصفت باسر مسيحيه كتير، وصلت بيهم للطلاق، وصلت بيهم للاختلاف، وصلت بيهم للضرب والاهانه، وصلت بيهم للتشهير بعضهم البعض، وصلت بيهم للمحاكم فعلا. الا طب ليه كل ده؟ ليه العواصف دي كلها في الاسر المسيحيه؟ تفتكروا الأسرة المسيحية
اللي فيها المسيح لو المجد موجود ليه مكان في هذا البيت؟ البيت ده يخرب؟ مستحيل. لكن اللي بيحصل الناس بتنشغل بأمور الدنيا الزائلة ديت وبأمور الحياة الزائلة ديت وبتديش لربنا يسوع المسيح إلا القليل جدا ده لو ادته من الوقت أو من الاهتمام. عشان كده البيت مبقاش فيه المسيح موجود. عشان كده يا أحبائي المسيح لو المجد عايزنا نبقى معاه على طول. قال تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا إيه؟ أريحكم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ربنا يسوع المسيح عايز يريحنا من أي أتعاب تقابلنا في حياتنا، من عواصف الحياة المتعبة ديت. إحنا ما نعرفش الزمن مخبي إيه، لكن نعرف إن المسيح له المجد، الله الذي ظهر في الجسد، الله القادر على كل شيء، الله الذي انتصر على الموت وصعد إلى السماوات حيا، الرب يسوع المسيح له المجد، هو قادر أن يلبي طلباتنا، وقادر أن ينظر إلينا بعين الرحمة والرأفة والمحبة، هو قادر أن يخلصنا من أي عاصفة تقابلنا في حياتنا، هو قادر. لو عندنا هذه الثقة بيوتنا المسيحية تبقى بيوت سماء على الأرض، تبقى جنة على الأرض، بيوت تبقى فيها سلام، فيها استقرار، فيها دفء، فيها حب، فيها راحة، راحة بال، فيها فرحة. دين المسيح موجود فيها، ما دام موجود فيها حدنا فرح. افرحوا في الرب كل إيه؟ كل حين. وأقول أيضا افرحوا، أقول أيضا افرحوا في الرب. فلو الرب موجود عندنا في بيتنا هيبقى فيه فرح، شيء طبيعي. والرب يسوع المسيح لو موجود في البيت، البيت يبقى منور، منور. أنا هو نور العالم، من يتبعني يمشي في ظلم، يبقى منور، يعني ينور للراجل وللست والعيال، ينورهم طريق الملكوت، ينوروا طريق السلام الحقيقي، طريق الاحترام المتبادل، طريق الحب المتبادل، طريق الحنان والمشاعر الطيبة مع بعض، طريق اللي هو عايزه اللي حسب مشيئته الصالحة بالنسبة لحياتنا. أريد أن الجميع يخلصون ولما عرفت الحق يقبلون. عشان كده أحبائي محدش فينا أبدا تقابله تجربة أو عاصفة في حياته مهما كانت صعبة جدا زي اللي حصل كده، مهما كانت مرة، ويتخيل إن هو ممكن يحب فيها لوحده، مستحيل. اطلب الرب يسوع له كل المجد، هيدي كلمة أمر، اسكت ابكم، يصير هدوء عظيم، وتصير حياتك في هدوء عظيم ليس له مثيل، لأن دي كلمة أمر من المسيح له المجد اللي فداك بدمه على عود الصليب، اللي فداك بدمه على عود الصليب. يقول لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. أحبائي مهم جدا يكون عندنا هذا الإيمان وهذه الثقة في الرب يسوع المسيح له كل المجد، أنه يستطيع، يستطيع، وشفناها عمليا في المعجزة دي، أنه يهدي أي عاصفة مهما كان. السفينة كانت هتغرق، بدأت تتملي مية كما قال القديس ماركوس، بدأت تتملي مية وكانت هتغرق هذه السفينة، لدرجة أنهم قالوا له أم يا معلم أما يهمك أننا نغرق، هنغرق خلاص، احنا بنغرق خلاص، السفينة بدأت تتملي مية، هنغرق كلنا. قام وانتهر الهواء وانتهر البحر بكلمة أمر، اسكت ابكم، كلمتين أمر، اسكت ابكم، فصار هدوء عظيم. يستطيع كل شيء ولا يصعب عليه أي أمر. أحبائي